بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة موضوعنا هيكون على النيوتريشنال مانجمنت للأطفال في الفينايلكيتونيوريا. تمام، أنا دكتورة هدى عاطف عبد الستار إبراهيم، مدرسة الأطفال والتغذية الجنسية بجامعة القاهرة. الفينايلكيتونيوريا الباك جراوند بتاعها او بسرعه كده ان هي انبورن ايرور اوف بروتين ميتابوليزم. دايما في كلمه ميتابوليك ديزيز هنسمع كلمه اسمها اوفندنج ميتابولايت. الكي بتاع اي تريتمنت لاي ميتابوليك ديزيز هو ان انا اعرف او احنا نعرف ايه هو الميتابوليك اوفندنج او اوفندنج ميتابولايت، ان انا بحاول ابعده عن الجسم. يعني الجسم عنده اكسسيف اوفندنج ميتابولايت وبالتالي انا بحاول اقلله من الجسم. يا اما الاوفندنج ميتابولايت ده يكون يا اما يكون اسينشال او نون اسينشال. لو اسينشال ما اقدرش استغنى عنه، يبقى لازم اسبلمنت بالريكومندد ديلي الاونس بتاعه. لو مش اسينشال خلاص ممكن استغنى عنه. هنفهم الكلام ده بالتفصيل. ايه هو الاوفندنج ميتابولايت في مرض الفينايلكيتونيوريا؟ هو الفينايل الانين امينو اسيد. اوكي، يبقى ده انبورن ايرور اوف بروتين ميتابوليزم. في سام امبورتنت فاكتس المفروض نعرفها مع بعض. اول حاجه، الفينايلكيتونيوريا ده اوتوسومال ريسيسيف ديزيز، وبالتالي لو جالك في العيادة طفل عنده فينايل كيتونيوريا، انت المفروض او حضرتك المفروض تنبه الام او الاب لو جه طفل تاني نعمله التحليل بدري بدري. تمام، بس هو دلوقتي في حقيقة الامر يعني دلوقتي في نيوناتال سكرينينج، دي حاجة كويسة جدا. طيب، تاني حاجة كومنلي جدا 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 ان فينايلكيتونيوريا يتشخص غلط في الاول كانه اوتيزم. ليه؟ لانه بيعمل نسبه منتال ريتارديشن. تمام، وهنقول الكلام ده بالتفصيل في السلايد الجايه ان شاء الله. تالت حاجه، ودي لسه قايلها من شويه، ان هو الفينايلالانين ده اوفندنج ميتابولايت. واحنا قلنا في اي ديزيز ميتابوليك لازم اشوف الاوفندنج ميتابولايت ده هو essential ولا non essential. لا، الفينايلالانين هنا essential amino acid وبالتالي ما اقدرش استغنى عنه، يبقى لازم او ما يقدرش الطفل يستغنى عن الفينايلالانين، فلازم اسبلمنت الطفل اللي عنده فينايلكيتونيوريا بفينايلالانين ولكن في حدود الريكومندد ديلي الاونسز الار دي اي عشان اقلاو normal growth and development. خلي بالكم ان في اطفال ماشيه على فينال الانين فري فورمولا، يعني فورمولا ما فيهاش فينال الانين، للاسف بيخشوا في حاجه اسمها اسينشال امينو اسيد ديفيشنسي اللي بتدي نفس البيكتشر بتاعه الاسينشال فاتي اسيد ديفيشنسي. يبقى في امبيرد ووند هيلينج، يبقى في راش. تمام، طبعا يبقى في ديجريز جروث. ليه؟ لان الام ساعتها، في امهات بتعتمد على الفورمولا بس اللي هي فينال الانين فري فورمولا، وبالتالي الطفل يقعد يشرب اللبن وما ياكلش الاكل. الاكل ايه اهميته؟ الاكل اهميته ان هو سورس بتاع فينال الانين. او طفل بيرضع مثلا بريست فيدنج، تروح موقفه البريست فيدنج وايه ومشربه اللبن اللي هو فينال الانين فري فورمولا، فبالتالي لما وقفت البريست فيدنج هي وقفت السورس اوف فينال الانين، فالطفل يخش في essential amino acid deficiency. كلنا عارفين ان الفينايلالانين ده البريكيرسور بتاع التيروزين. التيروزين is not essential amino acid. It's not an essential amino acid. ده مش essential amino acid. ولكن في هذه الظروف يصبح اسمها conditionally essential amino acid. ليه؟ لان الجسم انا دلوقتي هعمل restriction للفينايلالانين. هعمل restriction مش همنع.
يعني هعمل هديله اللي هو محتاجه بالظبط، فممكن التيروزين يقل، فبالتالي اصبح هنا التيروزين conditionally essential amino acid. علشان كده الفورمولا اللي هي في نايل الانين فري فورمولا هتلاقي مكتوب عليها ايه، rich in تيروزين، عشان يعوض هذا الديفكت. اوكي ما نتلخبطش يا جماعه، ان في لخبطه ممكن تحصل او حصلت قبل كده، ان امراض زي التايروزينيميا تمام هنتكلم عليها في محاضره اخرى. يعني التايروزين از نوت اسينشال امينو اسيد، فبس في التايروزينين بيعمل بروتين ريستريكشن توتال. اوكي وكمان مفيش فورمولا فري اوف تايروزين. طيب انا اتكلم عنها بالتفصيل، انا بس دلوقتي النهارده بشرح في النايل كتنيوريا، لكن هنتكلم عن الامراض التانية بالتفصيل ان شاء الله فيما بعد. بس خلي بالكم ان في النايل انين فري فورما از ريتش ان تايروزين. اوكي طيب في كمان حاجه مهمه المفروض نعرفها، ان ال1 جرام اوف انتاكت بروتين تمام provides nearly من 47 ل 50 ملي جرام في النوع الألانين. المعلومة دي ايه قيمتها؟ عشان لما اعمل exchange list، يعني ايه الكلام ده؟ لما احسب البروتين من الاكل ها ابقى عارفة مثلا ان لو مثلا البيضة فيها 7 جرام بروتين يبقى هتديني قد ايه في النوع الألانين مثلا. اوكي فبالتالي انا اول خطوة بعملها في حساب الدايت الطفل اللي عنده في النوع الكيتونيوريا، ان انا بشوف هو اصلا محتاج كام ملي جرام في النوع الانين بير داي، وترجم ده ها في بروتين بقى. اوكي زي ما قلنا هنتكلم عن اللينك بين في النوع الكيتونيوريا والاوتيزم. في لينك بيقولك the possibility of metabolic disorder including phenylketonuria should be considered in any child presenting with symptoms of autism أو speech problem أو learning defects. okay ولازم يعمل ساعتها نعمل له تحليل phenylketonuria لو ما كانش عمله بالنيوبورن screening. okay طيب بيقولك حتى late diagnosis بيفرق في التريتمنت جدا بتاع العيان بتاع الطفل. طبعا اطفال كتيرة هتقارن كده بين طفل ماشي على فينيلالانين ريستريكتد دايت وطفل مش ماشي، هتلاقي بقى الطفل اللي مش ماشي على فينيلالانين ريستريكتد دايت الام تيجي تقول لك مهايبر، مش عارفين نحكمه مهايبر، اللي ممكن المدرسه تطرده من فصل، مش عارفه تحكم عليه وسط زمايله. حتى الاطفال اللي بتبقى ماشيه على فينيلالانين ريستريكتد دايت لما تيجي تقولي الام تقول لك مش مهايبر ومش مش مش مستريح، نعرف على طول ان هو ما بقاش كومبلاينس، بيلخبط في الاكل بقى، بياكل مثلا لحوم كتير، بياكل بيشرب البان كتير، بياخد نسبه بروتين كتيره غير المسموح له. اوكي ان البروتين دي ها سورس اوف فينيلالانين، ما كل جرام بروتين هيدي كام، من 47 ل 50 ملي جرام فينيلالانين. طفل هو ده وانا بحسب له في النايل ريستريكتد دايت، طيب احنا قلنا في اماونت معينه لازم ياخدها في اليوم كله، ولتكن مثلا 400 ملي جرام في النايل الانين، ده هنرفعها من خلال جدول هنقوله بعد شويه، ده ريفرنس يعني موجود كل حته. طيب انا خلاص عرفت ان هو محتاج 400 ملي جرام في النايل الانين، هديها له ازاي؟ هديها له عن طريق اكل، احسب له الاكل بقى تمام. طيب بنسميها intact protein source، يا اما الفود يا اما لو طفل بيرضع لسه يبقى بريست فيدنج، او لو في مشكله في البريست فيدنج ومش قادر ياخده، او في مشكله اللي هو ستاندرد فورم بقى لو كان ميلت بيست فورم، يبقى عارفين مثلا ان ال 100 مللي بريست ميلك في قد ايه جرام بروتين، ال 100 مللي لو ميلك بيست فورمولا في قد ايه جرام بروتين. طب الفود هديله فود مثلا، هديله مثلا كوسه مثلا بطاطس في اليوم مثلا، يبقى انا عارفه البطاطس فيها كام بروتين وهكذا. خلاص واقعد بقى اعمل اكستشينج، يبقى الجرام بروتين في 47 او 50، يبقى هو محتاج مثلا 400 ملي جرام، يبقى محتاج كام جرام بروتين. اوكي واقسمها له بقى على مدار اليوم. في بعض الاوقات في بعض المعامل بتعمل سيبرت امينو اسيد، ودي بتبقى امينو اسيد باودر. اوكي اشهرها الارجينين بس ده مش موضوعنا دلوقتي، لكن في النايل الانين ممكن تبقى موجوده ممكن لا، في الغالب يعني ممكن ممكن لا، يعني محدش يعني حاليا نوت افيلبل، ولكن ممكن تبقى موجوده بعض الاوقات تمام.
ولكن في سورس زي البرو زي الفود، يعني لو ما فيش ده يبقى في فود، اوكي، او بريست ميلك او الستاندرد. طيب الطفل خلاص انا حسبت له هو محتاج 400 مللي جرام في نوع الانين اللي هيتبدله مثلا قلنا مثلا الطفل محتاج 400 مللي جرام في نوع الانين اللي هيتبدله مثلا في 8 جرام بروتين، مش هو 1 جرام بيدي 400 مللي جرام في نوع الانين، يبقى الطفل محتاج قد ايه؟ سوري، الواحد جرام بروتين بيدي 50 مثلا مللي جرام في نوع الانين، هو محتاج 400، طب هنقسم 400 على 50، ها هيبقى كام؟ محتاج 8 جرام بروتين. طب ده ال 8 جرام بروتين ده اللي هيديله ال ار جي اي بتاعه بتاع في نوع الانين، ولكن هو لسه محتاج بروتين تانية، مش هو محتاج توتال بروتين قد ايه؟ مثلا 30 مللي جرام، مثلا 25، سوري 30 جرام، 25 جرام. طب هنجيب الباقي ده منين بقى؟ هنجيب الباقي ده منين؟ ها the rest of required total proteins and calories هنسبلاي زي خلال يا اما في نوع الانين فري فورمولا، تمام، يا اما في بقى دلوقتي بقت حاجات حلوه قوي، بيعملوا مكرونه، بيعملوا عيش، بيعملوا الحاجات دي فري اوف في نوع الانين، تمام، وده بيدي وايد رينج اوف فود للطفل عشان ما يملش من اكل معين. اوكي، في بعض الاقوال تقول لك ان الفواكه في تكون تريس اماونت اوف فينيلالانين، ماشي، يعني ممكن يقول لك كم البروتينز او كم، سوري، كم الكالوريز من الفواكه اللي معتبر ان الفواكه مثلا ما فيهاش بروتينز او قليله بالبروتينز خالص، زيرو او تريس اماونت، لكن فيها كالوريز، فاحنا هنكمل بقى البروتينز والكالوريز من يا اما فينيلالانين فري فورمولا او بروتينز برسي، يعني البروتين هنكملها اما في نوع الانين فري فورمولا، نبقى عارفين مثلا ان الفورمولا دي ال 100 مللي هيديني كام بروتين، يبقى نقسمه بقى على مدار اليوم، او زي ما قلت لكم اللي هي ايه الباستا والبريد اللي هم فري اوف نوع الانين، طب هكمل الكالوريز برضو بيهم، او ساعات بقى ايه مثلا يقول لك تحط معلقه مثلا عسل نحل مثلا على اللبن، حط سكر، حط مثلا السكر مش حلو اللي هو الشودر التيبل شودر، حط مثلا قصدي ان هيلث، يعني حط مثلا فاكهه، اوكي، ده عشان نكمل الكالوريز، ولكن برضو لازم لو احط فاكهه يبقى ايه في حدود، ولازم برضو هي فيها تريس اماونت عشان ما اعديش النسبه بتاعت الفينيلالانين. ايه هي الستبس تو كرييت ذا دايت؟ اول حاجه زي ما قلنا هنديترماين الاماونت اوف الفينيلالانين، ده جدول بيقول لك اهو كل ايج في احنا محتاجين قد ايه فينيلالانين للطفل، لحد سن السنه بنحسب على الملي جرام بير كيلو جرام، بعد سن السنه بيبقى ملي جرام بير داي. خلاص عملت حسبت عرفت ايه هو محتاج قد ايه في نوع الانين في اليوم. طيب مش بعمل توتال بروتين ريستريكشن، انا هنا مش محتاجه اعمل للطفل توتال بروتين ريستريكشن، ليه؟ هو ما عندوش مشكله في التوتال بروتين، يعني ده مش عيان مثلا كلى، عيان عيان كلى او عيان، يعني ده مش عيان مش في مشكله في التوتال اماونت بروتين، لا، ده في مشكله في نوع معين من البروتين اللي هو الفينيلالانين، اوكي، فانا مش بعمل توتال بروتين ريستريكشن للطفل ده، وده يبقى غلط، اوكي، لا انا بعمل ريستريكشن اوف ذا اسينشال امينو اسيد اوف ذا اسينشال اوفيندنج امينو اسيد اللي هو الفينيلالانين. زي ما قلنا من شويه هنكونفيرت الاماونت اوف فينيلالانين توليريتد ونتكلم مثلا 400 300 انتو كوانتيتيز اوف بروتين، هنتبدلها بقى، يبقى محتاج مثلا 8 جرام بروتين، ده هنجيبه منين؟ انتاكت بروتين وول فود، يعني فود عادي خالص، بطاطس، كوسه، شوربه خضار كده، تمام، اور بريست ميلك اور كاو ميلك بيست فورمولا يوزنج امينو اسيدز اناليسيس اند افيلبل اكستشينج ليست، تمام. بعض الاراء تقول لك او يقول لك ايه بلاش لحوم كتير، يعني بلاش نحسب من اللحمه او نحسب من اللبن او نحسب من الحاجات دي، على اعتبار ان يعني ايه يعني مش هينفع نديله كميات قليله، ممكن الطفل يشبط اكتر في كميات اكتر، لان السورسز دي بتبقى ريتش ان بروتينز او فهتبقى فيها نسبه، يعني مثلا تبقى كميه صغيره في نسبه كميه في نسبه كبيره، تمام. وفي بعض الاراء تقول لك لا نحسب منها، ليه؟ لان هي سورس اوف اسينشال امينو اسيد،
ما ينفعش اعتمد على البلانت سورسز اللي هي البطاطس والكوسه وشوربه الخضار ده. ليه؟ ان البلانت سورسز ما فيهاش استنشال امينو اسيد زي الانيمال سورسز. فدي بعض كلها دي اراء، تمام. بس تقول لك لا نحسب من الانيمال سورسز عشان ما ندبش للطفل استنشال امينو اسيد ديفيشنسي. اوكي، ناس تقول لك لا لو حسبنا من الانيمال فودز هيبقى هيبقى الكميه قليله فيها فينا عين كتير، وبالتالي ممكن الطفل يشبط اكتر. فدي اراء تعتمد على الاكسبيرينس. ولكن هو الجايد لاينز قايله ان حتى لو انا هعمل بروتين ريستريكشن او الكلام ده، المفروض حتى الانيمال نسبه البلانت، نسبه البلانت بروتينز الانيمال بروتينز 50 50 تو 50. يعني ما ينفعش ادي الطفل 100% بلانت ولا ينفع ادي الطفل 100% انيمالز. اوكي، انيمال بروتين. طيب ما هو بياخد فلان انين فري فورمولا، خلاص لو الفلان انين فري فورمولا فيها اسينشال امينو اسيد اوكي. فدي برضو دي اكسبيرينسز واراء. طيب احنا طبعا عارفين ان 1 جرام اوف انتاكت بروتين هتبروفايد نيرلي فروم 47 ل 50 مللي جرام في الانين. موضوع اللي هو ال 50 تو 50 ده هتلاقوه اكتر في اطفال اللي هم عندهم سي تي دي او اطفال الكلى، عندهم هم مرضى الكلى، انهم احنا بنعمل لهم توتال بروتين ريستريكشن. فبالتالي مش هينفع يعتمد على السورس اوف بروتين من بلانت سورسز بس، لا احنا بنعتمد على البلانت والانيمال 50 تو 50. اوكي، ان الانيمال بروتين فيها هاي بيولوجيكال فاليو بروتين. اوكي، هتلاقوه اكتر في المرطوبه اكتر، مشهوره اكتر في اطفال مرضى الكلى. هنا انا مش بعمل توتال بروتين ريستريكشن، انا بعمل ريستريكشن لامينو اسيد معين، وممكن مش فنان فري فورم تكون ريتش ان اسينشال امينو اسيد البقيه. يعني احنا قلنا بقى خلاص هو خد مثلا 8 جرام بروتين الطفل ده عشان يغطي الفنان بتاعه. طب هو دلوقتي محتاج باقي بقى بروتينز عشان يكمل الدراس بتاعه. هنقول هنعوضها من الفينال انين فود فورمولا او الفود اللي مفهوش فينال انين، تمام، او بريست ميلك او ستاندرد فورمولا هو الطفل لسه بيرضع. وكمان هنعوض برضو الكالوريز الديفرنس اوف كالوريز انتيك. اوكي، ما هو الحاجات دي هتدي برضو كالوريز. في الانفنسي ما ينفعش اقول الام وقف البريست فيد، لا ليه؟ ما هو البريست فيد ده انتاكت بروتين سورس، ده اللي هحسب منه الفينايلالانين، صح ولا غلط؟ اوكي، الاكسبتد رينج اللي في الانفنسي من 2 ل 10 مللي جرام بير ديسي لتر. في انفنسي كتير بيرضعوا هم عندهم في النهايه الفيتانيوريا، ولكن ده بنحسب بالظبط الام محتاجه قد ايه تدي لبن للطفل. ممكن تبقى طبعا اكسبريست بريست ميلك، تقول لها مثلا محتاج كام ميل، كام 100 ميل، كام رضع، ونقسمها لها على مدار اليوم. اوكي، تشتري بريست ميلك علشان يبقى محسوب بالظبط. التارجت ليفل في الاوردر تشيلدرن بيبقى من 2 ل 6 مللي جرام بير تي سي لتر. للاسف في بوسيبل انديزايربل اوتكمز للعيانين اللي هم ماشيين على فنالالانين ريستريكتد دايت. ايه هو البوسيبل انديزايربل اوتكمز او السايد افكت اللي انا ممكن اشوفها خلال متابعتي للطفل ده؟ اول حاجه ان مشهوره جدا قوي ان الفينالالانين فري فورمولا او الفورمولا اللي ما فيهاش فينالالانين دي بتبقى طعمها وحش، يبقى دي انبلاتابيلتي. اوكي، طيب عشان كده ممكن الطفل ما يشربهاش، وممكن يلجأ بقى ان هو ياكل بقى يلخبط في الاكل بتاعه زي ما هو عايز، يبقى نون كومبلاين. اقول الام ممكن تحط فانيليا على اللبن عشان نقلل المشكله دي. فانيليا، شوجر، او نعملها بستورش ونعملها مثلا زي مهلبيه. يعني دي افكار ممكن ايه تخلي الطفل يشرب اللبن. طيب المشكله ممكن تقابلنا intolerance to restricted diet، يبقى خلاص زهق بقى كل يوم بطاطس كوستة مش عارفة ايه نص كوباية لبن، زهق من الاكل. فعشان كده ده بنعوضه ان دلوقتي في wide range of available foods free of phenylalanine، زي الباستا مكرونة مشهورة قوي، والعيش اللي بتعمل من دقيق مفهوش phenylalanine، تمام. كل يوم في افكار بتطلع في الموضوع ده، فدي حاجة كويسة. تالت حاجة essential amino acid deficiency، ودي قلنا هنعرفها ازاي، ان الام بتعتمد على الفينالالانين في الفورمولا وسايب خالص
الاكل بتاعها وسايب الاكل وسايب الاكل وعمال يشرب لبن، سايب الاكل وعمال يشرب لبن. اوكي، فبالتالي ما ينفعش خالص، ما ينفعش ليه؟ لان يعني هيدخله في essential amino acid deficiency، ايه ده تديه للطفل براش بقى وممكن ينزف ليه بوليه؟ لا، احنا المفروض نقسم ده وده، نعمل بالانس. بعد كده في حاجه اسمها الاوفر ويت والاوبيزيتي، عيانين للاسف عيانين في نوعيه الكتانيوريا عرضه جدا للاوفر ويت والاوبيزيتي. ليه؟ انت بتقلل البروتين، ها، وللاسف بيبقى على حساب ايه يعني؟ ده طبعا غلط، يعني المفروض ما فيش حاجه الا على حساب حاجه، ان انا مش بعمل بروتين ريستريكشن، يعني ما ينفعش البروتين تقل على حساب يعني تقل والكربوهيدرات تزيد او الليبرتي تزيد، يبقى انا بحسب غلط. ليه؟ لان انا بعمل ما بعملش توتال بروتين ريستريكشن، انا بعمل ريستريكشن فقط في النوع الانين، البروتين نسبته زي ما هو. اوكي خلاص. ولكن ده ممكن ينشأ يبقى من ايه؟ مثلا ان انا مثلا عايز ازود الكالوريز شويه في للطفل، مش عارفه ازودها بايه، بقوم قايله للام طب حطي بقى سكر على لبن، طب حطي عسل نحل كتير بقى كتير، ده يدخل الطفل في ايه؟ مادتين كلها سيمبل كربوهيدرات اللي الاوفر يوز منها بيتحول لترايجلسرايدز، وبالتالي هيخش الطفل في ديسليبيديميا، ها، ويبقى اوبيز. يعني ده المشكله بتاعت بتنتج من الحته دي بالذات. اوكي، فنخلي بالنا احنا بنحسب الاكل للطفل. هناخد practical example، ده طفل عنده 11 month دايلر في العيادة مع مامته، تمام، مامته دايباه عشان عنده أو متحول من عيادة النيرولوجي، اتشخص إن هو في نايل كيتونيوريا. إزاي هنبروسيد؟ أول حاجة هحسب إيه requirement في RDE في النيرولوجي، صح؟ اللي احنا نديه ممكن نديه breast milk، ممكن نديه wool food، الطفل 11 شهر يعني بياكل. طب 11 شهر يعني هو محتاج من 10 ل 35 مللي جرام بالكيلو جرام في نوعين. فوزنه مثلا هو 8، مامته قالت لي او اس وزنه هو 8، فهضرب 25 في 8 خدت المتوسط. اوكي، ال 25 في 8 هيديني يعني تقريبا من 200 ل 280 مللي جرام بردي، يبقى هو محتاج في اليوم كله، ها، كام في نوعين؟ من 200 ل 280 مللي جرام بردي في نقلين. طبعا الكمية دي ممكن تزيد ممكن تقل على حسب اللاب بتاعه، انا بتابعه كل فترة بشوف النقلين بتاعه اخباره ايه، بس الام بيرياكت معاك يعني في بسأل على الساينس اوف ايه منتال ايه ريتارديشن، بس بشوف في منتال ديفلوبمنت ولا ما فيش منتال ديفلوبمنت. اوكي، واحنا قلنا كل جرام بروتين انتاكت بروتين هيدي من 47 ل 50 مللي جرام في النوع الاني. طيب لو احنا نعمل مقص بقى، نقول مثلا 1 جرام بروتين هيدي مثلا 47 أو 50 مللي جرام في النوع الاني، يبقى اذا احنا قلنا المرة اللي فاتت كام؟ 200 ل 280، يبقى انا عشان ادي الطفل ده من 200 ل 280 مللي جرام في النوع الاني، يبقى انا محتاج على الاقل من 4.2 ل 5.6 جرام بروتين from whole food or breast milk to receive his RDA of phenylalanine. اوكي، يبقى هياخد مثلا 2.4، هنقسمهم على مرتين، هياخد مثلا 2.4 جرام بروتين، ها، من خلال 200 ملي اكسبريست بريست ميلك، وانا عارفه ال 100 ملي في يوم قد ايه، 100 ملي في 100 ملي بريست ميلك، ال 100 ملي بريست ميلك تقريبا هيدي 1.2 جرام بروتين، يبقى انا خلاص الطفل ده هياخد 200 ملي اكسبريست بريست ميلك خلال اليوم. طيب والاثنين والباقي هياخدوا من ايه؟ عندنا سيريالز، سيريالز اوف لو بروتين، يعني في سيريالز في السوق معروفه ان هي لو بروتين. طيب الافيلبل منها 3 سكوبس 5 جرام، يعني اللي هي 3 معايير صغيره، كل جرام اتش 5 جرام باودر، انا قصدي 5 جرام باودر هنا، كونتين 0.3 جرام بروتين، ده الموست افيلبل لو بروتين سيريالز، مش هينفع طبعا اقول اسماء تجاريه. اوكي، ده ممكن نحط السيريالز دي على اللبن نفس البروتين فري فورمولا وليفن از ميل، وكمان ممكن نكملها بنص كاب اوف فيجيتابلز اوكرا يعني كوسه او باميه 2 جرام، النص كاب بيبقى فيه 2 جرام بروتين. اوكي،
يبقى انا لما ادي الفيجيتابلز وادي السيريالز يبقى انا كملت 2.9 جرام بروتين مع اللبن، يبقى انا كده كملت 5.6 تقريبا جرام بروتين اللي هو محتاجها عشان يغطي ال RDA of phenylalanine. الطفل لسه محتاج بقى كمان بروتين، صح ولا غلط؟ طيب الطفل ده تقريبا محتاج 20 جرام بروتين توتال عشان الراس بتاعه. طيب خلاص في 6 جرام بروتين راحوا في البريست ميلك وراحوا في الفود، على او يعني اتحسبوا في البريست ميلك والفود عشان تو سبلمنت الار دي اي بتاع اوف نايلانين، يبقى هو لسه محتاج تقريبا 14 جرام بروتين. هنديها ازاي؟ هنديها عن طريق الفينايلانين فري فورمولا. اوكي الافيلبل فورمولا اللي موجوده دلوقتي بتحتوي ال 100 جرام باودر بيدي 13 جرام بروتين، يبقى تقريبا محتاج ال 100 جرام باودر دي على مدار اليوم. طب لو 100 جرام باودر دي قسمتها على 4 مرات يعني كل مرة فيها 25 جرام باودر، يعني ايه؟ يعني خمس مع ما خمس متيل 5 جرام، يبقى هو في الرضعة بتاعته هياخد 150 ملي، ان اللي هو سكوب 5 جرام بنحطه على 30 ملي، دي اللي هي الفورمة اللي موجودة لحد سن السنة. بعدين بتختلف بعد كده الدايليوشن في الفورمة الأطفال الأكبر. اوكي تمام، يبقى هو يحتاج 4 فيدينج ميلك فيدنج او فينايلالانين فري فورمولا فيدنج، كل واحده فيها 150 عليها كام؟ 5 متاييل 5 جرام، يعني كل متيل 30 ملي. طيب الفيدنج ده هيسبب 380 كيلو كالوري، وكل اللي فوق ده كله بقى اللي هو الاكل الكوسه والباميه والبريست ميلك والفينايلالانين فري فورمولا هيدي 600 كيلو كالوري. هو محتاج تقريبا 840 كيلو كالوري. ممكن نزودها ازاي؟ عن طريق ان العيش او المكرونه اللي مفهومش فينايلالانين. طب هتقولوا لي طب المكرونه والعيش دول ممكن يكون فيهم شويه بروتين زياده، طب ايه المانع ما دام البروتين الزياده دي طبعا وزن ليميت، طبعا وزن ذا نورمال ليميت اوف توتال بروتينز بير داي، بمعنى ان البريست ان البريد والباستا لو فيهم جرام بروتين زياده او حاجه مفيش مشكله ما دام الجرام ده مفهوش من الالانين، يعني مفيش مشكله. اوكي قلنا فريت زي البانانا والاورنج، قلنا برضو نخلي بالنا ان دي لسه كونترفيرسال يعني فيها تريس اماونت. زي ما قلت من شويه الفينال انين في ريفورم، لو انا عايز ازود حتى الفينال انين في ريفورم شويه زياده شويه، ياخد مثلا بدل 5 ياخد 6 ستة ملك فيدنج او فينال انين فري فورمولا فيدنج، مفيش مشكله لان فينال انين فري فورمولا ما فيهاش الاوفيندنت، ما فيهاش الاوفيندنت امينو اسيد اللي هو فينال انين. اهم حاجه ان ده ما يكونش، او اهم حاجتين، اول حاجه ان ده ما يكونش ات ذا اكسبنس اوف ايه وول فود، يعني ده ما ينفعش بقى ما يشربش اللبن مامته وياكل الاكل اللي انا حسبته له ويقعد يعتمد على فينال انين فري فورمولا. لا ده ممكن ازود بعد ما خلاص ياخد الكميه بتاعته بتاعه الار دي اي بتاعته بتاعه الفينال الانين اللي بتتاخد عن طريق البريست ميلك او الول فود، تمام، عشان ما يخشش في اسينشال امينو اسيد ديفيشنسي. لو ما خدش البريست ميلك بتاعه ما خدش الول فود بتاعه، يعني معنى كده ان هو مش هياخد السورس اوف فينال الانين بتاعه، هيخش ايه فينال الانين ديفيشنسي اللي هي الاسينشال امينو اسيد ديفيشنسي. دي اول حاجه. تاني حاجه ان برضه ما زودش قوي لان في ريمت للتوتال بروتين بير داي عشان ما اعملش انجري للكدني. اوكي لمزيد من المعلومات ده الكتاب بتاعي موجود ان شاء الله Essential of Pediatric Clinical Nutrition in Practice، ده الثيرد اديشن، ده الموست ابديتد. اوكي الفيرست والسكند حتى الغلاف بتاعه اصفر، الثيرد انا عملته بلون مختلف اخضر لان هو في يعني ابديتس كتير جدا الحمد لله. تمام برضو اللي هو 100 تيسس او 100 تيسس لونج اند شورت ان نيوتريشنال مانجمنت اوف ديفرنت بيتاتر ديزيز، حاطه في 50 لونج و50 شورت تيسس وشارحه فيها بالتفصيل ستيب وايز ستيب ابروتش. اوكي في دار المروة والشرط الأوسط، تمام، مكتبة المروة أشهرها اللي هي موجودة قدام مكتبة الأطباء أو في الكلية نفسها في القصر العيني، مكتبة الشرط الأوسط برضو موجودة جنب قاعة المؤتمرات،
دي فيها الكتب بتاعتي اللي هي Essential of Pediatric Nutrition in Practice والتابل كيسز بتاعي. اوكي اتمنى ان يكون المحاضرة افادتكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يا رب تكون المحاضرة مفيدة ان شاء الله. شكرا لحضراتكم وشكرا لاستماع حضراتكم.